نتجه الآن إلى عمان لنستمع إلى تلاوة المتسابق خالد بن حمد المدهوشي، نساهده سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي خالد بن حمد بن ناصر المدهوشي من سلطنة عمان، أقرأ برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. إذن المتسابق خالد بن حمد المدهوشي من عمان، تعليقكم شيخنا الكريم؟ بارك الله فيك يا أخي خالد. ما أنا والله يعني مبسوط مسرور من قراءتك، وفيها عدة صفات. أولا فيها جلال، وهذا جميل جدا أن يكون القراءة القرآن فيها جلال، لأنه كلام الجليل سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أحكامك منضبطة، وعندك مسألة ما شاء الله أتقنتها جيدا، وهي موضوع اللي بنسميه دائما تخليص الحروف، تخليص المفخم من المرقق والمرقق من المفخم. الحقيقة أتقنتها تمام، الله يرضى عليك. توزيع الأزمنة بين الحروف روعة، لكن سبحان الله يعني فأفلتت منك عزيزون زون، أنت قلت عزيزون زو، هذه ليست ضمة كاملة، يعني هي فلتة، أنت متقن عزيزون هكذا الصواب، عزيزون وليس زون. كذلك أحياهم، أنت قلت أحياهم، هو هي هم، ثم أحياهم. صدق الله العظيم طبعا ليست من القرآن، لكنك قلت صدق الله العظيم. شلون قلت؟ يعني قلت ضعيفة، الظاء الظاء قوية يا أخي. أعود فأقول ليست من القرآن العظيم، لكن من جاور السعيد يسعد كما يفعل. فهذه العبارة يعني تأخذ حكم المتلوي، نحن نجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليست قرآنا. فالعظي ضي، فخم الظاء ولو كانت مكسورة، لأن الظاء والصاد والضاد والطاء والظاء هذه الأربعة المطبقة من أقوى الحروف، بل هي أقوى الحروف. العظيم. أنا كتير مسرور من تلاوتك، يعني قد ما أدري، لا يعلم الغيب إلا الله، ما انتهينا بعد،
قد تفوز وقد ما تفوز بأنه في عندك هذول الأخطاء. يعني هي مو أخطاء، ملاحظات، لكن أنا مسرور من قراءتك. فإن كنت غير حافظ فأكمل القرآن واحفظه. الله يرضى عليك ويسعدك. ويرضى عليك شيخنا الكريم ويسعدك إن شاء الله.